الأخوة الكرام، الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القلب وبأريج الزهور وبالعنبر والمسك والبخور نرسل إليكم التهاني والتبريكات بمولد نبي الرحمة والسلام ومخرج الأمة إلى النور من الظلام. نعم، هذا هو محمد بن عبد الله الذي أنار الله بيده بصائر قلوبنا وهدانا به من الضلالة. آمنا برسالته ولم نره، أحببناه حب زليخة ليوسف ولم نلتقي به. نجتمع اليوم ها هنا ويجمعنا حبه. نأتي من أقصى البلاد، نتاجر بوقتنا جهدنا طاقاتنا معه، فكيف تكون تجارتنا مع أحب خلق الله وأكثرهم إيمانا وأخلاقا وعظما؟ نجتمع وإياكم على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله التي أنعم الله بها علينا لكي نتقرب بها إليه. فلنقرأ آيات مباركات تضفي على حفلنا هذا بركة ورحمة وتجعله محط مهبط للملائكة. دعونا نشرف آذاننا بآيات عطرة من الذكر الحكيم يرتلها على مسامعكم القارئ علي حسن الزاهر، فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله العلي العظيم. سلام.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الشهور. والحلم ما زال في العيون، نحلم نتمنى نسعى ونعمل من أجل أن تجمعنا قبة تكون محل تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى علينا. من منا لا يتمنى أن يكون تحت رأفة الله ورحمته؟ من منا لا يتمنى أن يكون مساهما في تأسيس بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، بيت أساسه التقوى وجداره المحبة وسقفه النظر إلى رحمة الله؟ مركز أهل البيت الإسلامي عليهم السلام ما كان ليكون لولا تضافر جهود مؤمنين ومؤمنات، بعضهم غادر هذه البلدة وبعضهم لا يزال. تأسس هذا المركز بعد توفيق الله سبحانه وتعالى بفضل جهود الكثير من الشباب، بعضهم تبرع بماله وبعضهم تبرع بوقته والبعض بالمال والوقت معا. لا نريد أن نخبركم بأن باب الدعم لهذا المركز قد أغلق وأوصل، بل أن عمل الخير مشرع أمامكم. فالمركز الآن بحاجة إلى أكثر من 60,000 دولار أمريكي، ولن تكون المادة إن شاء الله عائقا يحول بيننا وبين وجودنا في هذا المكان الذي أسس بفضل الله وسوف يستمر بفضل الله، وستنالنا بركة الله وتوفيقا إن شاء الله. أما الآن فمع كلمة لرئيس المركز يلقيها الحاج فاروق، فليتفضل محفوفا بالصلاة على محمد. مناسبة مولد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، والمناسبة الثانية افتتاح هذا المركز الإسلامي هنا في كلمزو الذي أطلقنا عليه اسمه رسميا ويست ميشيغان إسلاميك سنتر، وكما سميناه حسينية أهل البيت عليهم السلام. منذ 10 سنوات تقريبا كان بعض الطلاب السعوديين الذين كانوا عم يتعلموا في كلمزون يجتمعون في كل ليلة جمعة في شقة من شقق من الشباب، واجوا لعندي ولعند الحاج أبو يوسف، ونحن خبرنا بعض الشباب اللبنانيين هون وصرنا نجتمع معهم في كل ليلة جمعة في شقة. من هونيك طرق مشروع إنه نأسس حسينية، لأن كنا نحييك عاشوراء وغيرها من المناسبات. وبعدين كان يتخرج الشباب اللي صاروا شياب وراحوا، وين الشباب طيبين هلا في الباسم أول مؤسسين صار شياب هلا بالنسبة للشباب هون. والآن بجهودهم وجهود المتبرعين من السعودية ومن ديربون ومن كلمزو حصلنا على قيمة وسلفنا قيمة من الفلوس واشترينا هذا المركز بعد جهد طويل، يعني صرنا شيء سنة ونص نشتغل عليها. والحمد لله الآن صار عندنا مركز، وهذا المركز للمسلمين أجمعين إن شاء الله، اللي بكلمزو واللي بيجينا من برا إن شاء الله. نحن جميعا في هذا المركز نشكر جميع المتبرعين والذين ساهموا في شراء هذا المركز، وشكر خاص للشباب الذين بذلوا ايام وليالي ليجهزوا هذا المركز لهذه المناسبه. ونطلب من الجميع ان لا ينسونا لانه باقي علينا ديون وبدنا نقضيها من اتباعنا، يعني ما فيش الا ما يكونوا عم يسمعونا بديربون او غير مطرح او السعوديه وشبابونا. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا للاستمرار بعمل الخير.
جميع المتبرعين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ولهم ثواب سورة مباركة الفاتحة مسبوكة مع الصلوات. اللهم صل وسلم على يا آل بيت رسول الله حبكم، يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشان أنكم أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل وسلم على أمك علينا سير ليل الفرح، بلغامك علينا خلينا ننسى الحزن أرجوك، خلينا سير يا ليل الفرح بلغامك علينا خلينا ننسى الحزن أرجوك، خلينا شي يصير لو للفرح فديوم غنينا شي يصير لو للفرح فد يوم غنينا. لا 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 تظن غنوة الطرب والنفس تغوينا تعبير عن الوفا وشوق الودي بينا، هالليلة نشعل شمع ونعلق الزينة، هالليلة نشعل شمع ونعلق الزينة بميلاد خير الورى المختار يحمينا بحب الصميد النبي، بحب الصميد النبي هو اللي شنو موصينا. نبعث تهاني العلي بالشدة يحمينا، بحب الصميد النبي هو اللي وصينا، قال اللي يحب حيدر متمسك بدينا ويعبر صراط الحشر وكتابه بينا، ويعبر صراط الحشر وكتابه بينا. واحنا بفخر شيعته وتسمي شو تسمينا، واحنا بفخر شيعته وش تسمي سمينا. يوم القيامة علي هو اللي نجينا، صلوا